لي في نوابك يا مولاي آمال، من حيث لا ينفع الأهلون والمال، ولم يضد بي منك العفو إن ختمت بالشهادة أقوال وأفعال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال، ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذا الفاصل من الابتهالات والمدائح، قدمه لنا فضيلة الشيخ عبد الله رزق جزاه الله عنا خيرا. في هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي تقام تكريما لراحلنا الكريم الإعلامي والصحفي القدير الأستاذ خالد عثمان، مشاركة منا واجب العزاء إلى فضيلة القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون سيدنا الشيخ منتصر الأكرم، وبحضور كوكبة كبيرة من السادة القراء والعلماء. نعود الآن ونستمع إلى هذه الكلمة الطيبة يقدمها لنا فضيلة الشيخ محمود الجزار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنيس الطائعين، الحمد لله جليس الذاكرين، الحمد لله مبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانه ربي جل في علاه، رفع السماء وبسط الأرض ليتذود بطاعته الأطقياء، واصطفى من خلقه رسل الأنبياء، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأشهاد ورؤوس الأولياء. الحمد لله الذي نجى إبراهيم من نار النمرود إذ نادى قائلا، سبحانه علمه بحال رب الأرض والسماء. وشفى أيوب بعد إذ نادى قائلا، ربي أني مسني الضر وأنت أرحم من في الأرض والسماء. ونجى يونس من فاه الحوت في قلب الماء، ووهب زكريا يحيى بعد إذ نادى قائلا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير من ملك الأرض والسماء. ونصر موسى على من قال، أنا ربكم رب الأرض والسماء. فصلاة وسلاما على خير من صلى وصام وزكى وقام ووقف بين يدي ربه بالليل والناس نيام. فلا نقول جميعا إلا ما يرضي ربنا وكما علمنا حبيبنا، ونقول لله ما أخذ وله ما أعطى. أما عن أحباء الفقير فلتصبروا ولتحتسبوا، ولا تقولوا إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلم أجد ما أقوله في فقيدنا إلا أن أقول لكم، فهناك أناس قبل أن يبكيهم أهل الأرض يبكيهم أهل السماء. فإذا كان فيما بيننا مقداما لفعل الخير، فسريعا فانظر إلى آثار رحمة ربك كيف يكون مع العاصي، وكيف تشمل رحمته من يعصي الله. فها هو الإمام الحسن رحمه الله يقول، كنت ذات ليلة أقف على ظهر الطريق في المدينة، ثم نظرت فرأيت جنازة يحملها أربعة من الرجال، فقال في نفسه، جنازة يحملها أربعة من الرجال، والله لأكونن خامسهم. فإذا كان الميت فيما بيننا ذو سلطان وكان جاهلا ولكنه صاحب مال، والله إن كان الجماد يسير لصار خلفه. تجد النفاق حتى في الموت إلا من رحم ربي. فقال الإمام، أربعة والله لأكونن خامسهم. فصلى على الجنازة حتى جاء إلى باب القبر، فلما أغلق باب القبر ناداهم، أيها الرجال لما أنتم أربعة؟ أنتوا ليه أربعة؟ قالوا، والله لا ندري، ولكن استأجرتنا هذه العجوز.
فقال: وقفت أتحسس من حالها، انظر ماذا صنعت المرأة بينها وبين ربها، فما كان من المرأة إلا أن نزلت على ركبتيها ورفعت كفيها إلى السماء وتقول: يا رب من لي سواك، يا رب من لي سواك، هذا ولد العاصي صاحب القلب القاسي، هذا من كان يحاربك بالمعاصي، يا رب فارحم، يا رب فأكرم نزله ووسع مدخله. ثم ابتسمت المرأة فذهب خلفها الإمام وقال: يا أمة الله، قالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، وإن كان مصابنا جلل فمصابنا أعظم وأكبر في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمة الله، إني أحد أئمة هذه الأمة، أنا الإمام الحسن، ماذا كان حال ولدك مع ربي، حال إيه مع ربنا؟ فانظر. قالت المرأة: يا إمام، إن ولدي هذا ما طرق امرأة إلا وقد ذنى بها والعياذ بالله، ما طرق جارا إلا وقد أذاه، حتى عندما كنت أدعو على ولدي وعلمت أن ربي استجاب لي، حتى أصابه بمرض جعله طريح الفراش، فذات ليلة ناداني ولدي قال: يا أمي، فإذا ما مت لن ولم تخبري أهلي، لأنهم لن ولم يترحموا علي، يا أمي فإذا ما مت فاستأجري 4 من الرجال فليغسلوني ثم يكفنوني ثم يصلوا علي، يا أمي فإذا فرغت من الدفن، يا أمي فإذا ما مت فضعي خدي على التراب ثم ضعي قدمك على الخد الآخر وقولي: هذا جزاء من عصى مولاه، هذا جزاء من عق أبواه. يا إمام، ولا يدري أحد بأن ولدي قد تاب وعاد إلى ربه. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا إمام، فقال: يا أمي، فإذا فرغت من الدفن فلا تنصرفي من على قبري حتى يريك ربي في آية. إذا كان سيدنا الشيخ منتصر أثنى على الأستاذ خالد، فأقول له: انظر إلى آثار رحمة ربك، ماذا فعل مع العاصي يا مولانا؟ فقالت المرأة: يا إمام، فلما دفنت ولدي وأغلق باب القبر فنزلت على ركبتي وقلت: يا رب من لي سواك، هذا ولد العاصي صاحب القلب القاسي. ثم ابتسمت: يا إمام، أتدري لما ابتسمت يا إمام؟ قال لها: ولما يا أمة الله؟ قالت: لأني سمعت ولدي يقول: اذهبي يا أمي، لأني وجدت ربي أكرم الأكرمين. فإذا كان من مات فينا كان خيرا وكان مقداما لفعل الخير، وهناك أناس قد اختصهم الله بقضاء حوائج الناس، فما بالك هذا كان بين الناس مقداما لفعل الخير. فلا نملك جميعا إلا أن ندعو للمتوفى، وما قلت هذا إلا من باب ما من ميت يموت ويشهد له 4 من جيرانه الأدنين، الأدنين 2 من على اليمين من الشمال ماشي، 4 من على اليمين، 4 من على الشمال، إلا ووجبت شفاعتهم فيه. فما بالك كلنا كده، الله يعرفه ولا ما يعرفوش، باسم علي خير، فلا نملك له إلا الدعاء. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن تصلي على محمد في الأولين، صلي عليه يا ربنا في الآخرين، صلي عليه يا ربنا في كل وقت وحين، صلي عليه يا ربنا صلاة بفضلها تيمن لفقيدنا له بها كتابه، وبفضل اللهم يسر له بها حسابه، وبفضلها جاء في الأرض عن جنبي، انقله برحمتك من ضيق اللحود ومراكع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود، وطلع
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا. أبدله يا ربنا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه قد حل عليك ضيفا وأنت الكريم فأكرم ضيافته، وأنت الكريم فأكرم ضيافته، وأنت الكريم فأكرم نزله، وأنت الكريم فوسع مدخله. باعد اللهم بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. نقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثقل موازينه بحسن خلقه يا رب العالمين، اللهم ثقل موازينه بحسن خلقه يا رب العالمين. أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله. اجعل اللهم برحمتك طعامه من طعام أهل الجنة، اجعل اللهم لباسه من لباس أهل الجنة، اجعل اللهم فراشه من فراش أهل الجنة، اجعل اللهم شرابه من شراب أهل الجنة. اجعله يا ربنا ممن يقول ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. اجعله يا ربنا برحمتك في عشة راضية، اجعله يا ربنا بإحسانك وبكرمك في جنة عالية قطوفها دانية. اجعله واجعل موتنا ممن ينادى فيهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. من عليه يا ربنا، واجعل اللهم بإحسانك الجنة داره، والرسول جاره، والسندس اللهم لباسه، والكوثر شرابه. اجعل اللهم هذه الليلة عليه وعلى موتنا أسعد لياليهم يا رب العالمين. اجعلها عليه خاصة كيوم عرسي يا رب العالمين. اجعله في قبره من الآمنين، وعلى الصراط من الفائزين، ولوجهك الكريم من الناظرين، وبحوض نبيك ومصطفاك من الشاربين. اللهم بيض وجهه يوم تبيض الوجوه، بيض اللهم وجهه يوم تبيض الوجوه. اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نشهدك بأنه كان فينا وبيننا من الصالحين، فاحشره برحمتك في ضمرة اليتامى والمساكين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك غني عن عذاب وهو بأمس الحاجة إلى رحمتك، فارحمه بما ترحم به عبادك الصالحين، فارحمه بما ترحم به عبادك الصالحين. يمن اللهم له كتابه، يسر اللهم له حسابه. اللهم إنا نسألك بأن تملأ قبره نورا وبرهانا، ألهمنا جميعا على فراقه صبرا وسلوانا، وأحسن اللهم ختامنا. اجعل يا ربنا خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك لهذه الوجوع بأن تجعل سعيهم سعيا مشكورا يا رب العالمين. نسألك لمشايخنا بأن تجعلهم لكتابك من العاملين، وبسنة نبيك من القائمين، وبسنة نبيك من القائمين. نسألك بأن لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اغفر اللهم لنا وله، اغفر اللهم لذكرنا وأنثانا، حينا وميتنا، شاهدنا وغائبنا. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا، اغفر اللهم لأصحاب الحقوق علينا. وأن أول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين. الله أسأل ألا يريكم جميعا مكروها في عزيز لديكم، والبقاء والدوام لله.